الله الله على الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن تعريف الزكاة لغة وشرعا، اتكلمنا عن حكمة المشروعية، وقلنا حكمة المشروعية إيه؟ حد فاكر حكمة مشروعية الزكاة؟ ها، ساعد الفقراء، إجابة خاطئة. الأغنياء يدوا الفقراء، إجابة خاطئة. التكافل الاجتماعي، إجابة خاطئة. كل ده قلوه، أيوة جدع، بعد تعبدي، بعد كلمة تعبدي قول اللي تقولوه. الحكمة من الصلاة إيه؟ ولا حاجة، ربنا لنا صلوا لنا له حاضر، يبقى تعبدي. الحكمة من الحج ايه؟ حجر تطوف حواليه، حجر تبوسه، حجر ترميه، تعبدي. الله تعالى تعبدنا، طوفه قلنا له حاضر، ارجمه قلنا له حاضر. طيب الحكمة من الزكاة ايه؟ تعبدي. الله قادر يبعت للفقراء وما يحتاجوش للأغنياء، لكن معنى كلمة تعبدي أي سمعا وطاعة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ودايما تلاقوا الاثنين دول مقترنين ببعض، فلما يحصل كده أنا ماليش دعوة. يبقى الحكمة من مشروعية الزكاة تعبدي أي طاعة أمر الله تعالى. ما عدا ذلك يجي بعد كده بقى، قولوا كما تريدون بقى. طيب شرعت الزكاة امتى؟ ها، في شهر شعبان سنة كام؟ 2 هجرية. احفظ مولانا، الصلاة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة 2 هجرية، ها، الصوم 2 هجرية، الحج على مذهبنا 6، على مذهبنا كام؟ ها، 6. لكن أول حج رسمي سنة 9، وأول حجة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة كام؟ ها، 10. ودي حجة الإسلام الوحيدة، وسيدنا النبي عمل 4 عمرات. شروط الزكاة، هل يشترط في الزكاة البلوغ؟ موجود عندكم؟ أمال موجود عندكم إيه؟ ها، الإسلام، ها. هل يشترط في الزكاة العقل؟ بص كويس في الكتاب، يعني المجنون عليه زكاة؟ أيوه، يطلعها وليه. الصبي عليه زكاة؟ أيوه، يطلعها الولي. طب إيه شروط الزكاة مولانا؟ اقراها كده مولانا. ها، الإسلام، ها، بعد الإسلام، ها، حرية، لأن العبد لا يملك، أنت ومالك لسيدك. وهنا الحرية بجميع أنواع العبيد، ما أنتش هنطلعوا زكاة. أنت عندك أنواع العبيد 5، حد فاكرهم؟ ها، 1 قن عبد صافي، عبد ما فيش اي مشكلة خالص. هذا العبد ربنا اكرمه وراح واحد مديله 1000 جنيه هدية، صارت ملكه ولا لم تكن ملكه؟ مش ملكه، لان العبد لا يملك. السيد سابها معاه خلاص، يعني انا كسيد قلت للعبد اصرف منها، اعمل اللي انت عايز تعمله. لكن جه السيد قال له يا ابني معاك ايه؟ قال له 1000 جنيه. قال له طب هاته، راح خده، قال له انت ومالك ليها لسيدك، خلاص مش مشكله خالص. طيب ده اسمه عبد قن، قن يعني صافي عبد، ما فيش وعد انه يبقى حر ولا مبعض ولا في مكاتبه ولا حاجه خالص، اسمه قن، قاف نون.
والقاف مقصورة قن. أدخل على التاني ولا ده فهمتوه؟ العبد التاني مولانا مدبر، الدبر أهو الخلفه، والمراد هنا بالدبر إنه مات. زي زمان يقول لك إيه، أنت عارف هوديك ورا الشمس. إيه ورا الشمس؟ يعني ورا الدنيا، يعني مات. ده تعبير على الإيه؟ على الموت. ففي تعبير برضو على الموت يقول لك ايه، اللي هو الدبر. فانا دلوقتي عندي عبد، قلت له يا ابني انا عايز احررك، قال له يا ريت ربنا يكرمك، بس انا محتاجك تونسني، اول ما اموت انت حر. ده مين اللي بيتكلم؟ ده السيد بيقول لي مين؟ ها العبد ده اسمه ايه مولانا؟ ها مدبر. الشيخ اول ما مات، هل هذا العبد يدخل في التركه ولا لا يدخل؟ ها يدخل في التركه. يعني يدخل في التركة؟ مش يورث، يبقى تبعها. ساب مين؟ ساب 10,000 جنيه وساب عبد، يبقى العبد ده تبع ليها؟ تبع التركة. لا لا يدخل، بمجرد ما ملك الموت لم شنطته وخد الروح ومشي، صار العبد ايها حرا، صار العبد ايها حرا. ده اسمه يا سيدنا مدبر. يعني انا لما اموت وولي ظهري للدنيا يبقى انت كده حر. طب طول ما انا صاحي كسيدها العبد ده ايها عبد. الكلام ده ينفع للراجل ينفع للست؟ يعني لو راجل بنقول عليه عبد، لو ست بنقول عليها ام اه برضو مفيش مشكله. هو قال لها، قال لها لما اموت انت حره، خلاص خلصت. تنفع تبقى اما خالص. والاما يا اخوانا بتنقسم لقسمين، اما السيد له الحق في معاشرتها، معاشره النساء، والتانيه لا، لو كانت متجوزه فله حق ايها الخدمه وفقط. اتفقنا؟ اه وماله، انا عندي اما، والاما دي انا مجوزها، وقد اكون مجوزها عبد من عبيدي انا. حاجات العبيد دي يعني معلش برضو نعرفها عشان ما تموتش، ودي شريعه برضو، ويعني ما تعرفوش الدنيا فيها ايه، والدنيا سريعه ومتجدده، عشان في بعض الفقهاء بيشيلوا الحاجات دي من الكتب. لا سيبها، ده تاريخ وده تراث، وما تعرفش بكره في ايه. انا بسمع ان في عبيد في بعض دول افريقيا مثلا، انا مش عارف، بس نعم موريتانيا فيه، اهو الشيخ بيقول لك موريتانيا فيها عبيد. فافرضوا احنا رحنا موريتانيا مثلا، نعرف الاحكام الشرعيه ولا ما نعرفش؟ نعرف الحمد لله، والا الاسلام هيضيع. خلاص كده المدبر ها، وخلص القن. نمره ثلاثة المكاتب. المكاتب ده سيده عايز فلوس، فقال له بدل ما تبيعني ب10,000 جنيه انا اديهم لك، بس اديني فرصه. وده بيحصل في بعض يعني الدول، لما بيبقى بيشتغل بره عند واحد وبتاع، فبقول له لا روح اشتغل وادفع لي حق الكفاله او حاجه زي كده، حاجات كتير. بس ده طبعا ده حر مش عبد. نظام الكفاله مش نظام عبوديه يا سيادنا، فهمتوها؟ نظام الكفيل ده مش نظام عبوديه، ده حاجه وده حاجه، ده عقد زي عقد كده. انا جايبك من مصر عشان تشتغل ايه في المحل بتاعي، ما تسيبنيش وتمشي، امال انا جايبك ليه؟ طيب واخدك انا من الحكومه بتاعتي. فنظام الكفاله ده مثلا اللي موجود في الدول العربيه ده يختلف اختلاف كلي وجزئي عن مينها، عن نظام العبوديه. اللي بيخلط بين الاثنين ده 100% تفكيره خطا. العبد ده عبد، كل ما هنالك ان السيد تنازل عن خدمته. انا عندي دلوقتي عبد، يا ابني هات لي اشرب ميه، حاضر. يا حبيبي عاوز اكل، حاضر. يا حبيبي روح الغيط هات شويه زرع، حاضر. لكن ده لا، ده اول ما بيصحى الصبح يخرج اشتغل نجار، اشتغل شيال في المحطه في المطار، بيحوش له فلوس ويديها للسيد. انا كتبت ورقه كام؟ كتبت ورقه ان هو يديني 1000 جنيه يبقى ايه حر. اداني 500 600 900 الا جنيه، ممكن ارجع في كلام، ممكن ارجع فينها قبل ما اقبض ليها الفلوس. قال لي يا مولانا ادي الالف جنيه اللي انت طلبته اهو. اه الراجل عمل ايه؟ الراجل جالنا ورحنا مكتبينه وصولات امانه ومسلفينه الالف جنيه، راح مسدد الالف جنيه لمين؟ ها لسيده. اول ما اداله الالف جنيه وفي ورقه بتقول هات الالف انت حر، هذا الكلام ايه اللي ينفع فيها؟ ايه اللي حصل؟ صار العبد حرا. ليه؟ ده مكاتب.
طيب السيد اللي قال له هات 1000 جنيه وتبقى حر مات وكان وصل له 900 جنيه، العبد ده بقى حر ولا مش حر؟ مش حر. طالما في جزء من الفلوس لسه ما تسددش ليس حرا. جم الورثه قالوا له ملناش دعوه، احنا عايزينك تبقى ايه؟ تبقى عبد. ينفع؟ فهمت ولا ما فهمتهاش؟ لان السيد الاولاني نعم ما عرفهاش بقى، قد ما يستردهاش. لكن السؤال اللي احنا بندور فيه نقطه، ايه النقطه دي؟ مين اللي وعد بالحريه الاول؟ لانه كان يملك، بمجرد ما السيد مات الملك انتقل من فين لفين؟ انتقل بالارث من السيد الى مين؟ ها، لان احنا قلنا يا سيادنا الميت في 3 حاجات، او ده حديث رواه البخاري، اول ما يموت فارقه ماله، جلابيه اللي لابسها، نضارته، كان معايا خاتم واحد من حبيبنا خده، فهمتوها؟ ومحفظته، انا محوش 10,000 جنيه مش بتوعك، بمجرد ما ملك الموت ايه؟ خد الروح. طيب نمرة 2، أهله، الراجل اتدفن وقفلنا الباب ومشينا. نمرة 3، مفيش حاجة معاه تاني إلا عمله الصالح، وعمله الصالح أعد له. فهمتوا؟ اللي بيتبع الميت كام؟ ها؟ 3. أول حاجة بيسيبها فلوسه، وبعد كده أهله، وبعد كده هو حر بقى، هو وعمله الصالح إن شاء الله. شرط الحرية، وقلنا لكم ان العبيد بجميع انواعهم مش هيطلعوا ايه؟ زكاه، لان اللي يطلع زكاه لازم يكون بلغ النصاب. طيب يا سيدي تسلم ايدك، الله يسامحك. طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض في الشرط الثالث. ايه الشرط الثالث يا مولانا؟ ايه؟ الملك التام. حلو قوي، حلو قوي. هل على الجامع زكاة؟ الجامع يطلع زكاة؟ طيب الجامع في جمعية خيرية، الجمعية الخيرية محوشة 100,000 جنيه، 100,000 ايه؟ جنيه، محطوطين باسم مين؟ الجمعية. ليه محطوطين؟ بنسحب منهم ونوزع للفقراء وهكذا. فجأة مثلا، أنا بدي مثال، قعدت ال100,000 جنيه دول متشالين لمدة سنة، يعني ربنا بيكرمنا بناس تدفع فلوس ونسدد، ناس تدفع فلوس ونسدد، والمية دول لسه قاعدين، أو بنحوش من أموال الصدقات علشان نبني جامع ضخم كبير كده زي جامع الأزهر. كم تكلفته؟ تكلفته 50 مليون جنيه. فاحنا لمينا 10 مليون وشايلينهم تحت حساب بنى جامع، لا ملكي ولا ملكك ولا ملك حد، بس بنحوش. طب العشرة مليون دول عدى عليهم قد ايه؟ عدى عليهم سنة. نطلع زكاة ولا ما نطلعش؟ نطلع. مين اللي يطلع؟ ربنا اللي يطلع. تفضل. مين اللي يطلع؟ الجمعية دي شخصية اعتبارية. مين الجمعية دي؟ الناس كلها. مين يملك ال50 مليون جنيه اللي احنا هنلمهم؟ مين يملكهم؟ سيبك من الشعب بقى، مين يملكهم؟ ولا حد. دي ملكية عامة، دي ملكية ايه؟ عامة. الملكية العامة دي ما يطلعش عليها زكاة. فهمت ولا فهمتهاش؟ فاحنا اصحاب الجمعية محوشين فلوس، عاملين صندوق تكافل اجتماعي، كل واحد بيدفع 5 جنيه بحيث لما حد تحصل له لا قدر الله مشكله ناخد من الفلوس، ما حصلتش حاجه الفلوس زي ما هي. فكل واحد بيدفع 5 جنيه في الشهر، بنشيل الفلوس شايلينها شايلينها. عدينا 50,000 جنيه والحمد لله ما حدش تعرض لاي ازمه. نصرف ال50,000 ولا نشيلها؟ نشيلها، لان لسه احنا عاملينها، حد يعيا يجي له مثلا، حد هيجوز بنته، حد هيحتاج فلوس، نطلع من الصندوق. فممكن الصندوق تقعد فيه ال50,000 وتبقى 100,000 وتبقى 200,000 وما نقربلوش خالص. ال50,000 دول ملك مين؟ ملك جميع الموظفين اللي بيدفعوا 5 جنيه كل شهر. في واحد بعينه
طب انا بقالي 10 سنين بدفع، احسب ان انا دفعت 500 جنيه واطلع عليهم زكاة ولا ما احسبش؟ ما احسبش، لان انا ما اقدرش اقول لهم هاتوا ال 500 جنيه بتاعتي. امال ال 50,000 دي ملك مين؟ ملك الجميع. عرفتوا يعني ايه الملك التام؟ تكون فلوسي انا، ملكية خاصة بي انا، لكن الملكيات العامة ما عليها الزكاة. الملكيات الايه العامة ما عليهاش ايه مولانا؟ ها زكاة. قول يا سيدي الشرط الرابع. النصاب. النصاب خلي بالك بقى، انت عندك الاموال الزكوية، كلمة زكوية التي تخرج فيها الزكاة، الاموال الربوية اللي فيها ربا، يعني الاموال الربوية فيها ايه؟ العدس ده من الاموال الربوية. مش الاموال الربوية يعني هي ربا، لا، اللي ممكن يبقى فيها ايه؟ فيها عملية الربا دي. الالماز مش اموال ربوية على مذهبنا، لان احنا عندنا في الذهب والفضة بس. المرجان مش من الاموال الربوية، احنا عندنا في الذهب والفضة. طب الفضة ربوية. اول حاجة انا عندي ايه اللي الزكاة بتخش فيه؟ واحد المواشي، صح؟ اثنين الزروع والثمار، ها؟ النقدين. ثلاثة انا قصدي اربعة عروض الايه؟ في بعضهم بيفرقهم خمسة بحيث يبقى الزروع حاجة والثمار حاجة. اول حاجة بنطلع فيها زكاة المواشي، المواشي اربعة. واحد الابل، اول نصاب الابل كام؟ خمسة. انا عندي ثلاثة، انا عندي اربعة، هنبتدي نشتغل معاك في الزكاة لما يكون عندك كم جمل؟ بشروط طبعا، لسه ما جاش وقتها. ابو شجاع جاب لنا كل شرط، كل حاجة حاجة. نمرة اتنين في المواشي اللي بتمشي البقر. البقر وقياسا على البقر يعني جميع احكام البقر تخش فيها احكام ايها؟ الجاموس. جميع احكام البقر تدخل فيها ايها؟ الجاموس. اول نصاب الجاموس كام؟ 30. اول نصاب الجاموس كام؟ 30. يبقى الابل كام والجاموس كام؟ 30. نمره 4 3 في المواشي الضأن، الضأن الخروف. نمره 4 المعز اللي هو الجدي والنعجه. نصاب الخرفان ونصاب المعيز كام؟ اولها 40. يبقى 35 40، ماشي الحال كده؟ مشيت اول حاجه. اذا انا عندي 39 خروف، ها؟ لا تجب الزكاه. طيب احنا اتنين وعندنا 45 خروف، تجب الزكاه بسبع شروط لو احنا عملناها شركه مع بعض يا مولانا، اتحاد المرعى، الماكل، المشرب، الفحل، المبيت، المسرح اللي بيجروا يلعبوا فيه، عشان تبقى الشركة ايها؟ شركة تامة. واحيانا الشركة تفيد واحيانا الشركة تضر، هنقولها لكم لما نيجي نشرحها. بالنسبة لم يبلغ النصاب ولكن يريد ان يزكي مثلا على سامع، ما بلغش النصاب، هو عايز يطلع، هو حر، بس يطلع صدقة مش زكاة. هو حر، ان شاء الله يطلع فلوسه كلها، انا مالي. طيب نمرة بعد كده عندنا ايه؟ خلصنا كده المواشي الاربعة. نمرة اتنين ايه من الاموال الربوية، من الاموال الزكوية؟ الاثمان. الاثمان كام الاثمان؟ الاثمان اتنين ملهمش تالت، الفضة والذهب. الفضة نصاب الفضة كام؟ 200 درهم. لما حسبوها بالجرامات طلعت 595 جرام. مهم الجرامات دي اكتبوها. اذا يا سيادنا الجرامات، انا عندي الاموال اللي بطلع فيها زكاة الفضة والذهب دول الاسمان. طبعا عندي الماز، ابو حنيفة بيطلع في كله زكاة، لكن المذهب اللي احنا بنقرا فيه مذهب مولانا الامام الشافعي ان احنا مش هنطلع في الحاجات دي الاثمان دي زكاة الا في حاجتين اتنين بس، الذهب والفضة. طب سموها الاثمان عشان بنتمم بيها الاشياء. دي بكام؟ دي بعشر دراهم يبقى بالفضة. دي بكام؟ دي بدينار يبقى بالذهب. والدينار الذهب ده بتاع الروم،
والدرهم الفضة ده بتاع مين؟ ها؟ بتاع الفرس. وأول من صك وأول من صك العملة عند المسلمين عبد الملك ابن مين؟ ها؟ ابن مروان. ماشي الحال؟ طيب إذن نصاب الفضة كام؟ 200 درهم. طب أنا عندي 190 درهم أطلع ولا ما أطلعش؟ 200 درهم ويكون مسلم ويكون ملكي تام ويكون عدى عليهم الحول. خلي بالكم يا اخوانا الموضوع مش مفتوح كده. فانا قاعد معاكم دلوقتي اهو، ربنا كرمني بكيلو فضه، واحد كده جه من الجماعه بتوع الساغه قال لي يا مولانا ادي كيلو فضه بتاعك خدته دلوقتي اهو، بقى ملكي دلوقتي اهو، اطلع زكاه ولا ما اطلعش؟ حال الحول لما يعدي الحول. نعم. بعدين بقى نتكلم في الكلام ده، اللي بيتلبس ما بيطلعش عليه زكاة، اللي بيتلبس حضرتك لابسة 10 سلاسل ما بيطلعش عليها زكاة. مين ده؟ طب ايه المشكلة ما تحب الفضة؟ كويس انها بتحب الفضة، رخيصة، جوزها يجيب لها خاتم 20 جنيه ولا حاجة. والله بكام الفضة؟ 50 70. طب الحمد لله. بتلبس، المشكلة واحدة بتلبسه يا اخوانا. نعم. ست ولا راجل؟ ست. ست تلبس فيش مشكلة. الراجل هيطلع لان بالنسبة له حرام، سموه الحلي المحرم. ما تستعجلوش لسه ما جاش، احنا لسه في المدخل. طيب عايزين نكمل تاني. اذا الفضة نصابها كام بالجرامات؟ 595 جرام فضة انا شايلهم. طب واحدة ست لابساهم خلاص، انما الراجل يكره انه يتختم باكتر من خاتم، يكره، ويكره ان الخاتم يزيد عن 8 جرام وحاجة من 10 و 8 من 10 5 من 10، المهم يعني ما يزودوش عن 10 جرام. نعم. الذهب الابيض ده للرجال ولا للستات؟ طب الذهب الابيض ده كاصلا معدن ابيض ولا هو اصفر بيحطوا له حاجة فيبقى ابيض؟ سؤال واضح، سؤال واضح. هو احمر وتحط له على حاجه فبقى ابيض، يبقى ده مش ذهب، ده معدن تاني غير الذهب. السؤال واضح، انا ماليش دعوه بالمسميات. احنا الذهب اللي النبي حرمه اللي هو مين؟ الاحمر. هل الابيض ده عباره عن احمر وبيتحط له حاجه فبيبيض، ولا هو خلقه ربنا ابيض بس خلاص؟ طيب خليكم معايا دلوقتي. انا بقى عندي ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذهب كام مثقال الممنوع فيه؟ 20 مثقال. ال20 مثقال، المثقال يعني كام؟ يعني دينار. المثقال يعني كام؟ الدينار ده كام دلوقتي؟ 4 جرام، ها، وربع، لا نص كتير، 4 جرام وربع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النصاب كم في الذهب؟ 20 مثقال. المثقال دينار، الدينار 4 جرام وربع. 4 جرام وربع في 20، هنقول 4 في 20 بكم؟ ب80. طب وربع في 20، الأربعة يعملوا واحد، يبقى 4 في 5، 4 في 5 بأربعة في 20، بخمسة. 20 ربع يعمل 5، كل 4 يعملوا الواحد صحيح، يبقى كده 5. اذا نصاب الذهب 85 جرام. انا معايا كواحده ست ذهب 18، يبقى بحسب على فلوس 18. 21 على 21، 24 على 24، طلع ذهب اصفر عيار 75، يبقى على 75. القضيه بقى لما يكون معايا فلوس بنكنوت اسمها زكاة المال. زكاة المال كام؟ ما يساوي 85 جرام ذهب، عيار 18 ولا 21 ولا 24؟ العلماء قالوا عيار 21. نكمل وبقول لكم دي تتحسب ازاي. يبقى عرفنا نصاب الذهب والفضة. طيب عروض التجارة سموها عروض خد وهات. راجل بقال يا مولانا
اشترى بضاعة ب10,000 جنيه، عدت النصاب ولا ما عدتش؟ ما عدتش. جاب بضاعة ب50,000 جنيه، عدت النصاب ولا ما عدتش؟ عدت النصاب، بس ما عدتش سنة. فهو ما عندوش جبنة بتقعد سنة تبوظ. بيجيب عيش فينو، بقال بيجيب عيش فينو يوميا. الفينو ده عشان اطلع عليه زكاة اقعده سنة. فده خد وهات وخد وهات وخد وهات، سموه عروض التجارة. فده دخل بكام وعدى عليه الحول وكان معاه كام واتحط كله على بعضه، وهبقول لك الطريقة لما يجي وقتها ان شاء الله. اللي معاه فلوس بيطلع عليها زكاة ازاي؟ انت معاك كام؟ معايا 15,000 جنيه. طيب 85 جرام ذهب بيساوي كام النهاردة من غير ضريبة المبيعات ومن غير ايه كمان؟ الدمغة ومن غير المصنعية. انا بحسب بايه؟ بحسب بسعر الجرام اللي مكتوب في الجورنال. هنا مكتوب في الجورنال كام جرام عيار 21، مكتوب بالجرام بجنيه. يبقى اللي معاه دلوقتي 85 جنيه يطلع ايه؟ زكاة على اعتبار الجرام بكام؟ ها طب غالي بقى الجرام ب2 جنيه يبقى اللي معاه 170، غالي بقى ب500، بقى ب1000، بقى ب2000، يبقى وانا ماشي وانا ماشي ويعدي عليا الايه؟ الحول. ايه الشرط اللي بعد كده؟ الحول انا بحسبه بالعربي ما بحسبوش بالفرنجي. الحول يعني السنة تحول بتمشي، بحسب بالسنة الهجرية. طيب انا بقى بتلخبط بين الهجري والعربي، واحنا لو سألنا النهاردة احنا في جماد الاخرة، لكن النهاردة كام جماد الاخرة؟ ها حد فاكر؟ 11. طب انا اعمل ايه بقى؟ سهلة يا سيدي، اذا طلعت بالعربي طلع، عايز تطلع بالفرنج طلع، بس ممكن اطلع بالفرنج يبقى في ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني تأخير الغني ظلم. ازاي؟ انا زكاتي 1 يناير، ابطلعها السنة الجاية 1 يناير. طيب لو انا مت يوم 31 ديسمبر، طلعت الزكاة ولا ما طلعتش؟ ما طلعتش. هل حال الحول ولا ما حلش؟ حال بالنسبة للعربي، لان السنة العربية اقل من السنة الميلادية ب11 يوم. يبقى لما نيجي نحسب، لما طلعت انا يوم 1/1 السنة اللي جاية والسنة دي يوم 1/1، يبقى انا قعدت 12 شهر و11 ايها يوم. فلو مت انا مت بعد ما وجبت الزكاة، يبقى انا كده مقصر، ومت للغني ايها ظلم، وممكن الورث ياخدوه ما يطلعوش. طيب لو انا بقى مت يوم 20/12، يعني قبل ايها قبل ميعاد الزكاة بيوم، مش مشكلة، لان لسه الحول ايها ما حلش. فانا حلها علشان ارتاح يا مولانا. انت طلعتها السنة اللي فاتت يوم كام؟ يوم 21 من شهر يناير. طب يبقى السنة الجاية حضرتك تقلل كام يوم؟ 11. يبقى زكاتك يوم كام؟ يوم 10. السنة اللي بعدها يوم 31، 12، اللي بعدها يوم مش عارف 19. يبقى كل مرة تعمل ايها؟ تقلل ايها؟ لكن انا بقى مريح نفسي في رمضان، من رمضان لرمضان، من رجب لرجب، من مولد النبي لمولد النبي، دي حاجة ترجع لك. بس ما تجيش تتكلم صلى الله عليه وسلم، ما تجيش تتكلم وتقول ايه ده انا من 10 سنين طلعت الزكاة بتاعتي في مولد النبي في شهر يناير، والنهاردة هطلع الزكاة في شهر مش عارف 3. لا، ما هو علشان العربي بيعمل ايها؟ بيقل. وكل تقريبا 32 سنة بلافرنجي 33 بتزيد سنة، بتزيد سنة هجري. فهمتها سيدنا ولا فهمتهاش؟ ها ايه تاني يا ابني؟ اقرا على المتن اللي بعده. الشرط الاخير يا مولانا الصوم. الصوم ده ما يخصش الفلوس ولا يخص الذهب. كلمة الصوم يعني بياكل ويشرب ببلاش، المراعي ببلاش. فهنا يا سيدنا عشان اطلع زكاة في المواشي، هطلعها في المواشي اللي بتاكل وتشرب ببلاش.
ولذلك كانوا العلماء زمان قالوا ايه؟ قالوا ان المواشي اللي بتتربى في مصر معظمها ان لم يكن كلها مش هنطلع عليها زكاة مواشي، يطلع عليها زكاة مال، عشان انا ببيع واشتري ده موضوع تاني. ليه؟ زمان كان يجي الراجل ياخد الغنم ويطلع على الجبل تاكل وتشرب وينزل، لا دفعنا فلوس ولا حاجه، يبقى في زكاه ولا ما فيش زكاه؟ في زكاه اذا بلغت النصاب والعدد وما الى ذلك. لكن انا عندي خروف، خروف ده بجيب له فول وقشر فول وذره وباكله وبشربه، يبقى اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف. عنده بقر بيجيب لهم في المزرعه بتاعته علف، وبيجيب لهم ادويه، وبيجيب لهم دكتور يعالجهم، حاجات كتير. يبقى في الحاله دي ده مش هيطلع ايه يا مولانا؟ زكاه، عشان في شرط الايه؟ الصوم. امتى اطلع زكاه؟ لما تكون تتربى كده. طب انا صاحب مزرعه بقى، ببيع بقر وبقى واشتري واعمل، فدي تجاره بقى، تبقى دخلنا في حاجه اسمها ايه؟ عروض التجاره. فهيزكي الثمار والزروع، نسينا نقولها، الزروع والثمار. الثمار لا تكون الا في العنب والايه؟ والبلح. العنب والبلح بشرط ان تبلغ النصاب. كام النصاب يا مولانا؟ ها، خمسة اوسق. خمسة ايه؟ ها، عايز كلام انجليزي، عايزين نترجمه. الوسق 60 صاع. طب والصاع؟ 4 مد. طب والمد؟ حفنة باليد المعتدلة، يعني كام؟ يعني حوالي 600 جرام. طق 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 كله مع بعضه يطلع كام؟ بعض العلماء حسبه وقال 720 كيلو خالية من القشر. للي بيتقشر، فمثلا يعني احنا دلوقتي هنطلع زكاة الرز. الرز ده في قشر ولا ما فيهوش قشر؟ ما فيهوش قشر، في قشر. طن الرز لما ندخله في المكنة بتاعت التبييض دي هيطلع لي 700 كيلو، يطلع زكاة ولا ما يطلعش؟ ما يطلعش، على انه 700، احنا زي 720. طب لو حطيته بالقشر يبقى طن، يطلع ولا ما يطلعش؟ يطلع. فحكمة ربنا قال من غير قشر. يبقى بعد ما اروح ابيضه عملنا كام؟ عملنا 900 كيلو، يبقى يطلع 900 كيلو. عملنا 700 كيلو، يبقى ما يطلعش على 700 كيلو. انت عايز تطلع، طلع. طيب اطلع قد ايه؟ ها، اذا كانت الارض تسقى من غير اموال ببلاش، ببلاش، يبقى يطلع العشر. فالالف كيلو يطلع منها كام مولانا؟ 100 كيلو حالا دلوقتي. يعدي الحول؟ مفيش الحول في الزراعه على طول، واتوا حقهم ما حصد. طلع دلوقتي. طيب لا، ده انا بدفع كهرباء وعندي موتور بيسحب لنا الميه، والموتور ده بندفع له كهرباء، في عداد، يبقى بدفع بفلوس ولا من غير فلوس؟ بفلوس. تطلع ليله صغيره مش مشكلتي. يبقى الزكاه نصف العشر. العشر ها نصه كام؟ 5%، مش الخمس، 5%. فاحنا دلوقتي عندنا طن رز، 1000 كيلو رز خالية من القشرة، أطلع منها كام وأنا بدفع بفلوس؟ 50 كيلو. أنا ساعات أدفع فلوس وساعات ما أدفعش فلوس. يعني في أولها بتبقى عايز مية كتير، فبنسحب بقى والموتور يجيب بقى والحاجات دي كلها. بعد كده السقي بيبقى بسيط، فالمطرة تنزل تسقي يكفي، أو أنا بحول من إيه؟ من النيل واسقي. فساعات اسقيه بفلوس وساعات اسقيها يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ هنقسم بقى الفرق بين 5% وبين 10%، فهيطلع 7.5. هذا الكلام نص عليه مولانا ابن قاسم
على شرح متن الغاية والتقريب ابن قاسم، ده من الكتب الحلوة قوي، فتح القريب المجيب، فتح القريب المجيب ابن قاسم، انتقل لرحمة الله سنة كام؟ ها؟ سنة 918. ده من الناس اللي تحفظ تواريخها، هذا الرجل من الناس اللي تحفظ تواريخها. هذا الرجل انتقل لرحمة الله سنة 900 وكام؟ ها؟ 18. خلاص خلاص يا سيدنا. طيب ها عايزين ايه تاني؟ قول. عروض التجارة، كلمة عروض رايح وجاي، تجارة تبادل مال بمال. فالراجل دلوقتي يا مولانا اللي بيبيع الخبز، هذا الخبز لا يمكث عنده سنة، بيبيع ويشتري رايح جاي، بيبيع لانشون، بيبيع بسطرمة، بيبيع حلاوة، بيبيع جبنة، بيبيع بيض، لو قلت ده المنتجات دي تقعد عندك سنة يبقى حرام. طب ده طلع زكاته ازاي مولانا؟ احسب دخل بكام وخرج بكام، وفلوس البضاعة تتعد النصاب، وفي فرق بين البضائع الراكدة والبضائع غير الراكدة، لسه ما دخلناش فيها. وفي زكاة الديون، هل زكاة الديون دي تحسب ولا لا تحسب؟ أنا واحد مسلفه 100,000 جنيه، يطلع زكاة ولا ما يطلعش؟ هنختلف بقى، إذا كان المال مضمون يرجع يبقى كأنها فلوس وأنا شايلها معاه، أما إذا كان المال غير مضمون إنه يرجع يبقى ده مال ميت. فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ يبقى مش هطلع واستنى لما يجي، أطلع عن جميع السنين السابقة. ده مذهب الإمام الشافعي، عن سنة واحدة بس، ده مذهب أحمد، ده مذهب الحنفية. ما تستعجلوش هيجي، لسه الموضوع طويل. نعم. نصاب زكاة الزراعة والثمار، غير راجل 50 كيلة ولا 75؟ مش كيلة، أنا ما أعرفش بالكيلة، أنا أعرف خمسة أوسق. الوسق الواحد 60 صاع، لما اتحسبت تطلع بالكيلو، بالكيلة ما أعرفش والله، لو أعرف أقول لك. مش عارف. نعم خلاص احسبوها انتوا، انا ما اعرفش بالكيلة، لو اعرف اتكلم على طول، انا اعرف بالكيلو. نعم يا ماما. بالنسبة لايه؟ العنب ما بيتقشرش. لا احنا هم بقى ليهم شغلهم زي الموز مثلا يعني، بس الموز مش من الاموال الزكوية، بتحسب بالصباطة. لما بيجي بيشتري ال 100 كيلو 140، لكن هو دي خلقة ربنا، لان هو بيبيعه بالعنقود بتاعه، فمفيش مشكلة، فانا مش هطلعه مش هفرطه، ده انا لو فرطته باظ. فبيتباع زي ما يتباع، واحيانا يجف يبقى زبيب، بس لسه لما نيجي عنده. طيب ها، فاضل كتير على الظهر. الارض نفسها ليس عليها زكاة. خلاص الظهر. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا ربيين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله وسلي بسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء